افتكر هنا الفتاي ده بقى اللي على طول عنده رحرحة كده وشوية سهوكة، تيجي تسأله يسرح منك شوية وساعتها تحس ان في اجتماع في دماغه، يعني دماغه بتاخد وتدي كده مع بعضها، ولو ما عرفش يرد عليك على طول يقول لك هو قال لك فين؟ قال لك فين كده؟ ولو انت بقى ما تعرفش يا بخته يا هنايا ساعده، يقعد بقى يفتي عليك، ما هو ما فيش معاك علامه، ما انت لو معاك علامه مش هتساله، ما هو حمار الفتاي ده، حمار.